العربي أردن. This is the Foreign Ministry building in Amman, wrecked by the time bomb that killed Jordan's Prime Minister Hazem Ajali. بعد 14 شهرا على اغتيال هزاع المجالي، كان الملك الراحل الحسين بن طلال يتم عقده الأول متربعا على العرش، وكانت الأزمات محيطة بالدولة من كل جانب، لذا كان يتحتم على الملك الحسين اختيار رجاله بعناية فائقة. في 27 من كانون الثاني يناير 1962 استقر رأي الملك الحسين على إحداث نقلة جوهرية في قيادة السلطة التنفيذية، ثم أعد رسالة ملكية لرئيس الوزراء المكلف وصف التل، منحه فيها الضوء الأخضر لاختيار أي وزير مناسب، كما أنه آمن بالرؤية الوصفية، وهي أن تصبح الأردن قصة نجاح ونموذجا لدولة الرخاء والتقدم تحت التاج الهاشمي. وصل وصف التل إلى الحكم من خارج النادي السياسي التقليدي، والذي احتكر السلطة التنفيذية فترة طويلة، الأمر الذي لم يلق قبولا في الأوساط الرسمية التقليدية، مما وضع في طريقه الكثير من العوائق والتحديات، لكنه تمسك بالإصلاح ومحاربة الفساد كأولوية قصوى ومهما كان الثمن. ضمن خطة خمسية رائدة وضعت الرؤية وعنوانها التنمية المستدامة في البنية التحتية والزراعة والتصدير والتعليم. وصف التل لما نشأ في هذه الدولة كمسؤول التقى مع اللحظة التاريخية التي كنا بها، وهي الانتقال من الماضي إلى التحديث والعصرنة سنة 62. كان يرونه الناس أنه منهم، مش غريب عنهم، مش فوقهم ولا بعيد عنهم، منهم وهم منه. الركن الآخر الذي استند عليه في مشروعه ورؤيته الأرض وحراثوها، الزراعة. كان شغوفا بالزراعة، فغابات كثيرة في ربوع الأردن أشرف بنفسه على زراعتها. لقد كانت نظرته إلى الزراعة استراتيجية للغاية، وكان يرى أن القرار المستقل مسألة سيادية مرتبطة بشكل أساسي بمفهوم الأمن الغذائي وتوابعه. فقد تمكنت حكومة وصف التل من تأسيس البنك المركزي الأردني، ثم أطلق مشروع الجامعة الأردنية واضعا حجر الأساس لأول جامعة في البلاد، ثم بدأ بإنشاء ميناء العقبة الذي يربط الأردن بالعالم، فاتحا المجال للاستقلال الاقتصادي من أوسع أبوابه. رأى الكثير من الأطراف أن وصف التل قد بات عقبة يجب أن تزال. قد يتساءلون لماذا لم ننسى ونحن النساؤون بطبعنا؟ سأقول لكم ببساطة إن وصف التل هو الرئيس الوحيد الذي أخاط الجيوب. لم يكن شرقيا ولا غربيا، كان وطنا مشغولا بالفوتيك والحلم.